دكتور ناجي شوحة، استشاري طب الأطفال وعضو الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال. في نقلة كبيرة صراحة، نقلة كبيرة يعني صراحة. الواحد استمتع بكل المحاضرات القيمة اللي تقدمت، مناقشات كانت جميلة، توكس حلوة، يعني شيء جميل صراحة يعني. ونتمنى لهم دايما التفوق والتميز بنفس الطريقة برضه. باختصار شديد، ان بريف، انا بحضر المطور اكاديمي، الاكاديميه الامريكيه لطب الاطفال، بحضره سنويا، وبحضر حاجات تانية كتير، اسبجان، بحضر حاجات تانية كتير. الصراحه المؤتمر السنه دي لا يقل عن، انا كنت شاعر نفسي كاني قاعد في الخارج، في امريكا، في اوروبا. مؤتمر شامل او كتير من النشاط طب الاطفال، مواضيع متنوعه، السبيكرز على مستوى عالي جدا، يعني رانكينج ون اوف ذا توبس في العالم كله. فدي حاجه شرفنا، شرف مصر طبعا، شرفنا كلنا ان احنا يبقى عندنا مؤتمر زي ده. دي حقيقه الصراحه. everything in order، يعني انا شايف كل حاجه كانت بسلاسه جدا. انا كنت قلقان في الاول عشان العدد الكبير ان هيحصل هرجله او عدم انتظام، لكن صراحه كان في غايه التنظيم، سواء من بدايه الريجستريشن للاقامه لكل الخطوات صراحه، المشاكل المعتاده اللي بنمر بيها في اي مؤتمر. لكن انا الحمد لله كان كل حاجه كانت مستحسن، يعني it was very smooth.